إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. إليكم بعض المشاكل أو بعض المضاعفات اللي قد تنتج عن الجراحات في العمود الفقري أو أي جراحة في العمود الفقري. أول مشكلة ممكن تواجهنا إن الجراح ما يقدرش يشيل الغضروف كله اللي هو عايزه. طبعا احنا بنكرر احنا ضد جراحة الغضروف طالما ان المريض ما عندوش شلل، يعني احنا تماما كل اللي احنا بنتكلم فيه ده مش عايزينه يحصل، مش عايزين جراحات نهائيا. الجراحات مش عشان تضيع الألم بتاع حضرتك، الجراحات فقط للمريض اللي عنده ضعف او شلل. نيجي لأول مشكلة ممكن تحصل، ان الجراحة تتعمل والجزء بتاع الغضروف ما يتشالش كاملا، وبالتالي يفضل جزء منه موجود، يبتدي يضغط هو كمان على العصب او يضايق العصب، او يكون قرار العملية غلط، ان الدكتور او الجراح شايف ان في انزلاق غضروفي لكن ما خدش باله ان في نتوء عظمي، فيشيل الغضروف ويتبقى النتوء العظمي يفضل برضو يضايق الغضروف بعد الجراحة. فنبتدي نلاقي ايه عندنا، ادي بنشيل اهو، بيشيل جزء علشان الغضروف، الجزء اللي هو شاله بصوا ما شالش جزء كافي، اتبقى جزء من الغضروف اهو ما عرفش يشيله، ممكن يكون كان عايز يشيله لكن ما عرفش يشيله، جراحيا كان صعب، كان في منطقة صعبة، تمام. وكتير قوي من الجراحين اول ما يلاقي الغضروف في الرنين يتحمس بشدة ويقول لك اشيله. طب انت شوف الاول نفسك، يعني احنا طبعا ضد انك تشيله، لكن الاول لازم تعرف انت تقدر تشيله كاملا ولا لا، عشان ما يتبقاش منه جزء زي اللي انت شايفه ده يبتدي يعمل التهاب في العصب مرة تانية، المريض يخرج من العملية يقول لك انا زي ما انا، ما حصليش اي تحسن خالص في العلاج اللي انا عملته او في العملية اللي انا عملتها، ما زالت في التهاب في العصب والعصب ما زال لونه احمر، تمام، وما زال في التهاب في الاعصاب. الحاجة التانية اللي ممكن تحصل ان الجراح يشيل جزء اكبر من الجزء اللي المفروض يشيله من العظم. الجراح علشان يوصل للغضروف بيكسر عظم. طب هو هيكسر عظم قد ايه؟ المفروض انه بيكسر عظم يعني يدوب على قد الحاجة اللي تسمح له يدخل يجيب الغضروف اللي هو عايز يجيبه، اللي احنا بنقول اساسا مش عايزين نعمل الشغلانة دي خالص، تمام. لكن هو نفسه ممكن وهو بيقرقض العظم، لان في قراضة كده، يقرقض جزء اكبر شوية من الجزء المفروض، يعني اهو هو بيجيب حاجة تقرقض العظم زي الفارما بيقرقض، اهو بصوا بيقرقض العظم، فهو قرقض جزء اكبر. ايه اللي حصل بقى؟ بقى الجزء ده عريان. طب الجزء ده محمل على ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خالق الحاجات دي وما يقدرش، لازم يكسر عظم عشان يوصل للغضروف، الغضروف جوه، حتى لو بالمنظار، ما هو المنظار برضو لازم يكسر، يعني انت صحيح مش شايف الجرح لكن هو هيدخل ازاي؟ ما هو لازم يكسر حتة عظم علشان يدخل يجيب الغضروف. فممكن ايه اللي يحصل بعد ما يكسر العظم؟ يحصل اللي انتوا شايفينه ده. طيب ده يعمل ايه بعد كده؟ يقول لك عندك فقرتين راكبين على بعض، فقرة اتحركت على فقرة. ليه؟ لأن العظم اللي ماسك الفقرات والغضروف اللي ماسك الفقرات انت كسرته عشان توصل للغضروف، فيبتدي الفقرة تتحرك على الفقرة التانية، يبتدي يحصل انزلاق فقاري، فقرة تتحرك من مكانها، فقرة تسيب الرصة بتاعت الايه الفقرات، يرجع تاني العصب ملتهب تاني، نفس اللي احنا كنا عاملين العملية عشانه. طب احنا عشان كده المريض يقول لي هو انت ليه يا دكتور عايز تسيب الغضروف وتعالج العصب اللي هو ده؟ مش كده الغضروف هيلمس العصب تاني؟ يا حبيبي يا حبيبي، الارحم ان الغضروف نسيبه ينشف وان شاء الله ما يلمسش العصب، ولا نعمل الشغلانه دي عشان نشيل الغضروف برضه العصب يتضر، برضه هتتألم برضه. فهو الموضوع مش بالسهوله اللي انتوا فاكرينها، ان الغضروف لمس العصب اشيل الغضروف، لا، انت بتدفع ثمن ضخم جدا عشان تشيل الغضروف زي ما انت شايف اهو. يبتدي يحصل ايه؟ المريض بصوا فجأة اليوم اللي يقول لك انا كنت ماشي فجأة حصل لي كده، انا عامل العملية وكنت كويس وما عنديش اي مشاكل، فجأة برفع رجلي عشان اتوضى، فجأة بعمل مش عارف ايه، قام حصل لي الالم اللي انتوا شايفينه
قدامكم بهذا الشكل. الحاجة التانية اللي ممكن تحصل او التالتة الغضروف المرتجع. تمام، خدوا بالكم ان احنا دلوقتي بنتكلم في الفيديو ده عن الحاجات اللي ممكن تحصل بعد العملية مباشرة، يعني في خلال اول سنة او سنتين. في حاجات بقى بتحصل على المدى الاطول شوية، ان هو يتكون تليفات والتصاقات مثلا وحاجات زي كده. طيب دلوقتي ايه الحاجة التالتة اللي ممكن تحصل؟ ان الغضروف يرجع تاني. الله، يعني هو يشيل الغضروف يا دكتور؟ ما احنا اتفقنا بقى الغضروف ده حاجة بتتشال من الجراب، تمام، ممكن يتضغط عليها تاني يطلع حاجة تانية من الغلاف بتاع الغضروف. فانت عملت جراحة الغضروف، شال الغضروف، لكن مكانه لسه ما يعني الفتحة مش هتتقفل، تمام. فبنبتدي نبص نلاقي ان تقعد بقى في الشغل قاعدة جامدة، اديك قاعد اهو واحدة قاعدة هي عمل عملية، تمام، وهي قاعدة في الشغل فجأة مش قادرة تقعد، مش قادرة تكمل تقعد، دي فجأة حصل لها الألم وهي بتشتغل. يعني كانت كويسة، تقول لك انا عملت العملية وكنت زي الفل ومفيش اي حاجة وبقالي سنتين ثلاثة كويسة، وفجأة رجع لي الألم تاني، ورحت للدكتور قال لي ده الغضروف رجع تاني، ده انت عندك غضروف مرتجع. حصل التهاب ميكروبي، وفي ناس ممكن يحصل لها بعد الجراحة يبتدي يسخن او يبتدي يحصل اي حاجة، درجة حرارته ترتفع، وبعدين ترتفع يقول لك اه اصل حصل خراج مكان الجرح، مكان ما الغضروف اتشال في سخونية، مكان في قصدي في بص في صديد، تمام. كل الحاجات دي بترفع درجة الحرارة ممكن بعد العملية، فلازم حضرتك سريعا سريعا تتصل بالدكتور بتاعك لو ده حصل بعد العملية، تمام. ده شيء مهم جدا. في خلال قد ايه؟ نقول في خلال اول شهر من العملية ممكن حاجة زي كده تحصل. يعني الحاجة التانية اللي ممكن تحصل ان يجي صداع شديد بعد العملية. طيب هو ليه جه صداع بعد العملية؟ علشان وهو بيشيل العظم، بيفتح العظم علشان يوصل للغضروف، تمام، الآلة اللي هو بيفتح بيها مدببة، الطرف بتاعها بيفتح كيس اسمه ثيكل ساك او كيس الديورة، ده مليان المية او السائل اللي حوالين النخاع الشوكي. السائل ده اول ما بيتسرب بره بيحصل صداع شديد جدا جدا بعد الجراحة، ممكن ان هو صداع قاتل، صداع شديد جدا. فلازم ساعتها برضو تكلم الجراح بتاعك بسرعة، تقول له انا جالي صداع بعد العملية، ارجوك شوف اذا كان في الكيس ده اتفتح او اتعور اثناء الجراحة، تمام، علشان لازم تدخل المستشفى علشان نعالج الصداع ده. ده الكيس اهو، وده الفلويد او السائل اللي حوالين النخاع الشوكي، وهو بيشيل بالآلة بتاعته زي ما انت شايف، هتبص تلاقي الطرف بتاعها عور فابتدى يطلع السائل لبره، والسائل ده لما بيطلع بيعمل صداع شديد جدا جدا جدا. أسوأ شيء ممكن يحصل ان انت تعرف ازاي بتتم الجراحة. انت كمريض فاكر ان ايه، ادي العصب ملتهب عشان الغضروف لمسه، طب ما انا اخش اشيل الغضروف العصب يخف. طب انت عارف هما بيشيلوا الغضروف ازاي اساسا؟ عشان انت تنبسط وتشوف الاشاعة بعديها يقول لك الله بص كان عندك غضروف وبعد العملية ما بقاش عندك غضروف، سقف بقى وافرح. طب انت عارف هما شالوا الغضروف ازاي؟ ده هو بيدخل بعد ما كسر العظم ده، بيدخل بالآلة دي جوه، يخبط العصب ويروح على الغضروف، ينتش منه جزء ويرجع تاني، يخبط العصب ويخرج، بعدين يدخل تاني يخبط العصب وياخد جزء من الغضروف ينتشه ويخرج، يخبط العصب وهو داخل وهو خارج، عشان في الاخر انت تفرح ويقول لك بص انا شلت لك الغضروف، وعشان تفرح ويطلعه لك متفتفت كده في ازازه بميه، تمام، وتنبسط خالص بقى وتوريه لاصحابك وتقول له بص شالوا الغضروف ازاي، تمام. وبعد كده حضرتك تروح للجراح بعديها، يا دكتور انا عامل العمليه الالم زاد، العصب ملتهب اكتر، ده انا مش قادر اقف. يقول لك اصل عندك شويه التهابات. ما هو شويه التهابات جت من ايه؟ جت من ان انت داخل تنتش في الغضروف تخبط وخارج تخبط، ده ولازم يخبط لازم يعدي عليه. فيا عيني العصب بيبقى ملتهب بشده بعد الجراحه بشكل فظيع ملوش حل. يعني نيجي بقى المشكله تانية اللي هي جراحه تثبيت الفقرات. يجي المريض، يجي الجراح يلاقي ان الفقرة دي متزحزحة شوية عن الفقرة دي، تمام، فيقول للمريض اه لازم نثبت الفقرتين دول.
على فكرة التزحزح من الدرجة الأولى مش محتاج تثبيت. أنا بتكلم كلام علمي، ده الكلام اللي بندرسه للدكاترة مش للطلبة كمان في كلية الطب. فيبقى عندك زحزحة خفيفة هنا، يقول لك أنا هعمل لك شرايح ومسامير، أركب المسامير. في مشكلة طبعا، المسامير دي جسم غريب، يعني ممكن تعمل ميكروبات لو هو مريض سكر. هو نفسه لما يبقى العظم ده، كل ما بنكبر في السن بيحصل هشاشة في العظم، وانت حطيت مسامير هتشوفوها دلوقتي في العظم، يبتدي يحصل هشاشة بعد كده، يبتدي المسامير توجع، يقول لك انا عامل العملية يا اخي سبحان الله بقالي 10 سنين كويس، وبعدين ما انت كبرت، العظم بتاعك ما بقاش مستحمل المسامير اللي دخلت فيه. تمام. القصة كمان هتشوفه دلوقتي لما يركب المسامير وتلاقوها متلخلخة. الله، متلخلخة ازاي؟ اهو يا سيدي، يبقى انت كمان ركبت مسامير وخدت مشاكل المسامير وما كسبتش حتى انه عمل تثبيت كويس. ده هتشوفه انت دلوقتي بعد Understandably. ما هو هيبتدي يعمل اهو هيثبت الجزء ده، وعايز يثبت الفقرتين دول مع بعض، عايز يلحم دول مع بعض. تمام. يقوم داخل المسامير، داقي المسامير تمام بالشنيور، ويحط الشريحة اهي، الشريحة اهي. وبعدين تبص تلاقي بقى ايه المفاجأة، بص المفاجأة بقى، الفقرات بتتحرك برضو تاني. يا نهار ابيض، يعني احنا يا كأنك يا ابو زيد ما غزيت. نيجي بقى لأم الكبائر، او اكتر حاجة مشكلة ممكن تحصل، او اكتر مشكلة بتحصل، يعني دي غالبا غالبا بتحصل في يعني 98% من المرضى اللي عاملين اي جراحة في العمود الفقري. اي جراحة دي سنة الحياة، انا بسميها دي سنة الحياة، ان بعد اي جراحة لازم يتكون تليفات والتصاقات زي ما انتم شايفين. ادي العصب اهو، ادي التليفات موجودة على الايه، على العصب. تمام. التليفات دي بتفضل مستمرة وبتفضل موجودة وبتفضل تزيد مع الوقت. تمام. وهي دي اللي بنعمل لها التسليك بالقسطرة، ملهاش حل تاني. اوعى يحصل لك تليفات تروح للجراح يقول لك ايه، انا هعمل لك جراحة بالليزر اشيل التليفات. يا اخي اتقي ربنا، جراحة تاني يعني تليفات تاني، جراحة تاني يعني تليفات اكتر من اللي انت عملته. تهني، فما تقولش حرام عليك، حرام بعد ما حصل مشكلة وحصل له تليفات والتصاقات تقول له انا هشيل لك التليفات. شيلها له ازاي اذا كان المشرط بتاعك هيعمل تليفات اكتر واكتر واكتر واكتر. تمام. اوعى تصدق ان في حاجه اسمها نشيل التليفات بالليزر. التليفات ما بتتشالش، احنا ما بنعرفش نشيلها، احنا يا دوب بندخل قسطره تمام ونضخ ميه جوه عشان نسلك قناه النخاع الشوكي. اتمنى ان يكون الفيديو ده مفيد ليك، واتمنى ان انتوا تكونوا تخيلتوا الامور، لان دايما المريض متخيل الموضوع غير الحقيقي خالص، بيتخيل حاجه والحقيقه شيء تاني، فلما تيجي تكلمه او تشرح له يقعد يسالك يقول لك هو طب ما تشيلوا الغضروف يا اخي، تقول له الغضروف بيرجع، يقول لك ما تلزقوا سامغ مكانه يا اخي لما تيجي تشيله. فاهم قصدي ازاي؟ طب يا اخي فاهم، يحسسك كده كأن الموضوع يعني ايه بسيط والدكاترة مش عارفة تتصرف فيه. اتمنى اكون افدتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.